السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت سون في بليزير. وماشي جو نيمار خوتي حبابي صحابي كما كتشوفوا، وهي القنطرة واش دات لنا تبارك الله ما شاء الله بعد مدة وجيزة. بارك الله ما شاء الله طلقت لنا، وعملية ديال التشوار هي انطلقت لنا، وكل حاجة إن شاء الله الرحمن الرحيم شدت لنا البلاصة. إذا هنيئا للناس ديال تمارة والناس ديال الهرهورة بهذه القنطرة اللي غتحل لنا إن شاء الله الرحمن الرحيم، غتفك لنا هذه العزلة وتخفف لنا إن شاء الله الرحمن الرحيم من هذه الازدحامات اللي كتكون عندنا. يا إخواني أخواتي كما كتشوفوا اليوم الأحد تبارك الله ما شاء الله، العملية ديال التشوار انطلقت لنا في الصباح مشات لنا حتى الليل، والعملية ديال التشوار هي جاية لنا من هذه الجهة إن شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك إلا جيتي، مرحبا. سير الله ييسر لك أمرك، سير الله ييسر لك امرك، والله يحفظك من 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 شر الخرق ومن شر ديال الحديد. شكرا متابعي الاوفياء، شكرا بزاف لكم. اذا اخواني اخواتي حنا مازال تابع معكم هذه الاشهر في الظريف ديال اليوم، الانطلاق ديال القنطره وانطلاق ديال العمليه ديال التشوير. نكتفي بهذا القدر، دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وما كان غير الله الوطن الملك ونمشيت.